هو عنوانين النهاردة اللي موجودين في كل العالم، وهما أكتر عنوانين متصدرين العالم كله، وهو فوز رئيس الوزراء الجديد ريتشي سوناك برئاسة الوزراء الملقب بأوباما إنجلترا والملقب بخائن جونسون وله العديد والعديد من الألقاب بصراحة. والعنوان الثاني المتصدر المشهد وهو تكملة موضوع القنبلة القذرة اللي قلق العالم كله، لان الموضوع ده واضح ان هو مش هيعدي بسهوله خالص. السلام عليكم، معاكم اخوكم محمد عاصم، اهلا وسهلا بيكم في القناه. بالنسبه لريتشي سوناك لما نبص له هنلاقي ان احنا نشوف واحد رئيس وزراء انجلترا بعد هذا النمط اللي احنا كنا دايما شايفينه من الرجل الابيض او الامراه البيضاء اللي بتحكم رئاسه الوزراء البريطانيه، سواء بقى من حزب المحافظين او عندنا حزب تاني حزب العمال البريطاني، ولكن لان حزب المحافظين هو اللي متصدر المشهد حاليا فده بيبين ان في تغيرات كبيره بتحصل في العالم اقتصاديا سياسيا اثرت على الوضع الاقتصادي والسياسي، والمتغيرات اللي بتحصل في انجلترا مش جايه بالصدفه ولا وليده اللحظة، ولكن هي متغيرات ناتجة عن متغيرات عالمية. لازم الكل يبقى فاهم ان اللي بيحصل النهاردة على ارض الواقع والمتغيرات اللي بتجرى هي بتجرى بتخلي العالم غير من سنتين اتنين فاتوا، العالم من فترة كان حاجة واللي جاي حاجة تانية خالص. لازم الناس تبقى واعية نفسها في الامور دي. لما نبص على ريتشي سوناك هنلاقي ان والده ووالدته من اصول اصلا هندية ورحلوا على شرق افريقيا، بس ما راحوش مع بعض، يعني هي كانت الصدفة فعلا ان هما يروحوا على شرق افريقيا، ده في دولة ودي في دولة، راحوا على انجلترا. ابوه كان طبيب في انجلترا ووالدته صيدلانية في انجلترا. اللي من حضراتكم راح انجلترا او عايش في انجلترا عارف ان الهنود محتلين جزء كبير جدا من الاقتصاد الانجليزي، وان يمكن الاقتصاد الانجليزي قايم بشكل كبير على حركة التجارة والاموال الهندية ورؤوس الاموال الهندية، واخدين ومشكلين لوبي كبير داخل انجلترا وليهم الوضع بتاعهم داخل انجلترا. فبالتالي هو نشأ ريتشي سوناك من اب طبيب وام صيدلانية، فبالتالي في وضع اجتماعي جيد، الامر اللي ساعده على انه هو يدرس في مدرسة خاصة عريقة زيه زي جونسون، ودخل كامبريدج وتخرج رجل اقتصاد واموال، اشتغل في احسن وافضل شركات البيزنس والاقتصاد. صغير في السن، مواليد سنة 1980، مفيش حد قبل كده وصل للمركز ده، يمكن اكتر من 200 سنة كان اللورد ليفربول. اتخرج ما كانش له دعوة بالسياسة خالص، ولكن انضم في 2010 كنائب الى حزب العمال البريطاني، ومن هنا ابتدى السلم اللي احنا عارفينه، وابتدى ان هو ياخد السلم والحراك الاجتماعي بتاعه، الى انه هو طبعا لانه ساند بشكل كبير رئيس الوزراء السابق جونسون في انه جونسون يبقى رئيس الوزراء، فجونسون كافئه وخلاه انه هو وزير الخزانة، رجل وزير المالية والاقتصاد، وقدر فعلا ريتشي سوناك ان هو ينقذ الاقتصاد البريطاني وينقذ مراكز وشركات ومصانع من الأزمة الاقتصادية اللي حصلت من وباء كورونا. The Eat Out to Help Out scheme encouraging diners back to restaurants when they reopened. Hello. All of that came just 5 years after he was elected as the Conservative MP for Richmond in North Yorkshire. في الوباء ده كان في ناس كتيرة على وشك الإفلاس، هو عمل نظام إصلاح اقتصادي وبرامج قدر إن هو ينقذ بيها العديد، وده الموضوع اللي خلى إن أسهمه تطلع في السماء جدا، والكل كان بيتكلم ريتشي سوناك رجل اقتصاد رجل فاهم، وده كمان مساعده على فكرة على إنه هو وزوجته أثرياء جدا، بل إنه هو من أغنى وأكثر السياسيين أصحاب الأموال وأصحاب الثراء والأموال، تقدر ثروته بما يقرب من 800 مليون جنيه استرليني، رقم مش قليل ولا سهل أبدا. فبالتالي رجل فاهم هو بيعمل إيه، ولكن نقدر نقول في أثناء الأزمة بتاعة جونسون في الصيف اللي فات، ولما كان في فضائح متلاحقة على بوريس جونسون في الفترة اللي فاتت، ريتشي سوناك قرر إنه مرة واحدة ينط من قلب المركب، وراح طالع وقايل إن جونسون قلبه مش على قلب إنجلترا، وراح مقدم استقالته. مع فضايح جونسون دي نقدر نقول إن هي القشة اللي قصمت ظهر البعير، وفعلا جونسون اضطر إن هو يقدم استقالته. فكان عندنا في حزب المحافظين في شخصيتين بارزين، كان سوناك وريستيرس. بس بالرغم من ان ريتشي سوناك كانت اسهمه عاليه، ولكن ما عرفش ان هو يقنع
معظم حزب المحافظين أكتر ما ليز تيرس أقنعت الناس، وليز تيرس أقنعت بشكل كبير وفازت عليه. ورغم أن سونك كان بيقول أن البرنامج بتاع تيرس ما هوش برنامج واقعي، وأن إحنا ما ينفعش أن إحنا نخفض الضرائب بالشكل ده، ولكن واضح أن كلامه صدق. ولكن أما ليز تيرس حققت رقم قياسي غريب جدا في أنها في أقل من 50 يوم استقالت، جه دلوقتي أكتر من 130 عضو أو نائب في حزب المحافظين ورشحوا ريتشي سوناك أنه هو يكون كرئيس وزراء بريطانيا وأنه هو اللي يبقى رئيس حزب المحافظين. I will give you my everything, my heart, my soul to ensure that each and every one of you will always feel enormously proud of the conservative government that I will be privileged. ولكن هنا عندنا اكتر من سؤال، ريتشي سوناك هل هو عنده القدرة انه هو يغير ويرفع من المستوى الاقتصادي البريطاني اللي وصل لمستوى التضخم بتاعه لأكتر من 10%، مستوى تاريخي لم يحدث من قبل؟ هل هو قادر على انه يخفض الاسعار اللي مولعة واللي مخليه الشعب الانجليزي على اخره؟ هل هو قادر على علاج الاصلاح الاقتصادي داخل انجلترا؟ الحقيقة هنلاقي ان في تحديات كبيرة بتواجه ريتشي سوناك، نفس التحديات اللي كانت بتواجهها ليز تيرس هي نفس التحديات اللي بيواجهها سوناك بل اكتر. بس في نفس الوقت في نقطة صغننة كده عايزين بس ناخد بالنا منها، ان حزب المحافظين بمزاجه غصب عنه لازم كلهم يتوحدوا ويقفوا ويدعموا ريتشي سوناك في الفترة دي. ليه بقى؟ لان طلع منهم ليز تيرس وفشلت. لو سوناك ده معرفش انه هو ينجح هيتم فقد الثقة في حزب المحافظين كاملة في انجلترا، ويتعمل انتخابات مبكرة، وساعتها حزب المحافظين هيتقول له بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة، باي باي دولي، ويجي هنا حزب العمال، وحزب المحافظين مش عايز ان هو يترك المناصب بتاعته داخل انجلترا، عايز يفضل محافظ. فبالتالي هتلاقي كلهم بيحاولوا ان هم يلصموا في ريتشي سوناك. بس هل ده هيكون الكافي ان هو سوناك يقدر يفوز؟ ما نعرفش. ولكن لازم نبقى عارفين ان كانوا نفسهم النواب اللي انتخبوا سوناك هما نفس النواب اللي فضلوا ليز تيرس اللي ما نجحتش عنه. فبالتالي ليز تيرس كانت مقنعة النواب اللي اختاروا سوناك اكتر من اللي انتخبوا سوناك. ولكن على كل حال خلينا نشوف، بالرغم من ان سوناك ما هواش واحد من اصول انجليزية ولا ابوه الرجل الاشقر ده من اصول مهاجرة، ولكن عكس عكاس تحس ان في حاجات كده عندهم غريبة. الراجل جاي من اصول مهاجرة ومن اكتر الناس المتشددة امام الهجرة، يكره جدا المهاجرين، كأن البلد دي بتاعت جدوده وجدود جدوده، يكرههم جدا المهاجرين. وعلى فكرة سوناك من اكتر الناس اللي كانت مؤيدة جونسون في دعمه لأوكرانيا وكرهه الى الرئيس بوتين وروسيا. وده بقى اللي بينقلنا على موضوع روسيا. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن موسكو هي الوحيدة القادرة على استخدام الأسلحة النووية في أوروبا. بيطلع عندنا القادة العسكريين الروس وبيأكدوا للمرة التانية إن إحنا عندنا يا جماعة معلومات استخباراتية أكيدة بتقول إن أوكرانيا بتاخد معلومات تكنولوجية ومواد مشعة من بعض الدول الموجودة في الدول الغربية، وبتصنع دلوقتي في قنبلة نووية محدودة، وإن في مؤسستين، المؤسستين دولت من أوروبا الغربية موجودين في أوكرانيا هم المسؤولين عن تصنيع القنبلة القذرة دي. طبعا الكلام ده لو هو حقيقي أو مش حقيقي ما عجبش طبعا إنجلترا وفرنسا. الوزراء الخارجية طلعوا بيانات وقالوا احنا مش علينا الكلام ده يا روس، احنا فاهمين الموضوع ان كنتوا عاوزين بتحضروا ان انتوا تضربوا ضربة نووية وان انتوا ترموها على الجانب الاوكراني. وطبعا نحط ما بين قوسين ان زيلينسكي قاعد كده مرمي في احضان البريطانيا وهما بيقولوا الكلام ده. طبعا الكلام ده بالنسبة لانجلترا وفرنسا كده كده كان لازم يطلع، سواء الكلام ده فعلا انجلترا وفرنسا ما يعرفوش عنه حاجة وان هو من تأليف الروس، او طبيعي لو انجلترا وفرنسا ان هم عايزين يعملوا الزوبعة دي فعمرهم ما هيقولوا فعلا ان اوكرانيا متورطة. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وصفت في بيان مشترك الاتهامات الروسية بالمزاعم الكاذبة، واتهمت موسكو بالبحث عن ذريعة للتصعيد ضد اوكرانيا. عايزين يورطوا الروس باي شكل. الجانب الاوكراني بيقول الروس عايزين ان هم يضربوا علينا وبيعملوا الفيلم ده علشان يلغوشوا، والجانب الروسي بيقول والله الأوكران
هما والغرب اللي عايزين يعملوا الضربة دي علشان يلبسوها في وشنا احنا ويطلعونا قدام المجتمع ان احنا اللي بنضرب نووي من نفسنا وضربنا نووي. لكن لما نيجي كده نبص بالعقل، نبص على الصحيفة امام حضراتكم دي، مثلا صحيفة الجارديان، هنلاقي ان الجارديان بتتكلم على لسان امريكا النهاردة. امريكا النهاردة بتقول ايه؟ ان احنا ما رصدناش اي تحرك نووي او كيماوي او استعداد لضربات من الجانب الروسي. يعني معناها ان الاقمار الصناعية الامريكية والمخابرات الامريكية رصدة ومش شايفة اي حاجة. يعني معناها ان فعلا ممكن يكون الجانب الاوكراني عايز يعمل الموضوع ده بدعم من دول غربية علشان يلبس روسيا في الحيط ويقولوا بصوا فعندنا الجانب الروسي بيقول كده والجانب الاوكراني بينفي وبيقول لا والله روسيا هي اللي بتعمل كده وان روسيا هي اللي عايزه تضربنا بالنووي. الموضوع ده على فكره مش متاخد هزار، لانه واضح جدا ان بيتم الاستعداد لكده. ويا جماعه صدقوني الضربه النوويه مختلفه تماما. حبيت ان انا بتناول مع حضراتكم الاحداث الساخنه والعاجله بشكل سريع جدا. اتمنى المعلومات البسيطه دي تكون نالت اعجاب حضراتكم، وبشكركم جدا على المشاهده. سلام عليكم.